on s'exprime et on essaie d'expliquer, donc, si ou non, on mord le nas, exactement qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Je crois ça, il y a plus de la il y a les contradictions politiques, sociales, économiques. C'est quoi la gestion par l'ouel? C'est quoi le rien? Alors, je n'ai pas de rien, je n'ai pas de rien, je n'ai pas de rien, je n'ai pas de rien. Il faut revenir les lives de l'époque. Si vous revenez au live de l'époque, c'est fameux, alors je n'ai pas de rien. Il fallait bloquer les élections présidentielles, pourquoi c'est trop tard? Maintenant, il faut agir autrement. Il sera basé sur l'organisation. Il faut s'organiser, il faut s'organiser. On a fait un incident kibir parce que le peuple il a pris à s'exprimer parce que quel est le canal de communication pour l'homme? Il n'y a plus de chaîne de télévision digne de ce nom, plus de journaux digne de ce nom. Chauffe. Donc ça on risque d'exploser au cerveau. شوف مسيو حسين راح نكون صراحة مع الشعب وصراحة مع يعني مع انفسنا يعني on doit être honnête envers nous-mêmes et envers le peuple aussi. Le fait de regretter Bouteflika, non, nous, on ne regrette pas Bouteflika. Non, j'ai compris, j'ai compris. Tellement, 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 tellement niveau tard, niveau abat, avec Tebboune et la nouvelle administration qui gère la colonie Algérie. يعني الإدارة الجديدة اللي تصير في المستعمرة اللي اسمها المستعمرة الجزائرية. Il y a un niveau tellement bas que Nas ne fait pas le walou. Le fait que Nas ne fait pas le walou, c'est un mode de gestion. C'est mieux la gouvernance par l'absurde, ou par le rien, ou par l'illogique. Alors, je vais vous dire que le chef fait un peu le bal. Je vais vous dire que le chef fait un peu le bal. Parce que le chef fait un peu le bal, très importante. C'est que nous avons l'estimation de l'Hakam de Zahir. حط القياد والبشاغه، شكون القياد والبشاغه؟ هما الجنرالات وتبون وصحابو الجوفرنمون تو سكو فولي، هادو اللي تشوفوا فيهم. لكن القياده الحقيقيه الي اير الي اوتر، هذيك اللي تسير في الجزائر بالطريقه اللي في راسها هي في المخطط نتاعها هي، ولحد الان المخطط ماشي مليح. دركا احنا في الجزائر فقدنا القوى اللي دير ليكيليبر، القوى اللي دير ليكيليبر هي لوبوزيسيون بوليتيك، لوبوزيسيون بوليتيك ما عندناش. عندنا اما الاسلاميين الخونه المتواطئين مع الدول الأجنبية يعني مثلا حركة رشاد متواطئة مع الترك والترك حليف إسرائيل وهذه دونك ديفي أ كوز أ كونسيكونس بين رشاد حركة إرهابية الهدف نتاعها هي سيطرة تركيا سيطرة تركيا على شمال أفريقيا يعني إسرائيل يفضلنا الحديد دونك خوانا منهم من الزعيم نتاعهم والزعماء نتاعهم وكاع الناس اللي متشدقين بهم واللي حب يفهمها يفهمها واللي ما يفهمهاش الله يسهل عليه اللي حب يروح معاهم ما على باليش وين يروح سي سون بروبليم مو جو سوي با لو بوبل الجزائري جو سوي ان الجزائري مانيش انا هو الشعب الجزائري صح انا من الضراعي كجزائري صح هذه منظمه ارهابيه لوتر اوبوزيسيون شكون ناس انتهازيين دي زوبورتونيست الاحزاب هذيك لا فاباس لا سي دي لا ماس بي النهضه كاع الاحزاب هذيك كذلك الحركيين يقول لهم الحركيين السياسيين مثل بوشاشي كريم طب هذو كاع انتهازيين كاع سيكسيون وحده كاع يخدموا مع النظام بطريقه مباشره وغير مباشره النتيجه تبعتوا هاد الناس هم وين راكم درك وين راكم وين الوضعيه تاع الشعب الجزائري وين الوضعيه في الجزائر ازمه الكوفيد خلات الدنيا ليكونومي ما كانش غوفرنونس ما كانش رئيس ما كانش رئيس حكومه ما كانش داير رئيس الحكومه يعني عيب حتى يهضر السيد يحكي على السيوله يقول لهم باسكو عندنا نساء ما يخدموش في البوسطه وما على باليش ما يحاسب هذه سي اون انسولت هذا عدم احترام للشعب الجزائري وذكاء الشعب الجزائري وعدم احترام للناس وتيجي انت وتهضر كذلك المجال الاعلامي مغلوق معتم الكوفيد ندير حاله السبيطار راس ديباسي طب بعض يحرقوا في البابر قلنا لكم هذا الشيء من قبل فوتوا رئاسيات ايها الشعب الجزائري انتم ما قبلتوا تفوتوا رئاسيات وتبعتوا الابواق الجهله السياسيين اصحاب سلمياتنا اقوى من رصاصهم القتل مش غير بالرصاص والخناجر القتل درك راهو بالكريم اورغانيزي راهو بالبونديتيزم راهو بلا بيرت ديسبوار راهو بالحرقه القتل راهو في السبيطارات القتل راهو في الطرقات القتل راهو في الفقر في التفقير في التجهيل هذا واش لازم تفهموه خلاص كيما درك الحرب العالميه الثانيه الثالثه مرت على العالم هذا بين باك بين فيروس ما كان لا طياره ضربت لا بومبا طربقت لا مينا طربقت ان فيروس بروفوكا لا ميم سيتياسيون في الثالثه غير مونديال
Les grands pays sont en train d'investir des milliers de milliards de dollars. Américains, je crois, 3 000, le double, 6 000. Les Russes, kif, la Chine, l'Europe. Nous sommes ورانا يعني هي ضربي يقطعوا الماء على قريب 70% من الشعب الجزائري. عدالة ما كانش، تعليم ما كانش، صحة ما كانش، دراهم ما كانش، مستقبل ما كانش، زهر ما كانش. سلميتنا أقوى من رصاصهم. تبعتوا السوق هذا راكم وين لحقتوا؟ قال لك إذا كان قائد القوم غلط قادهم إلى الجيف في الكلاب. تبعتوا الناس اللي تنعقوا ما عندهاش حب للجزائر وما عندهاش معرفه ودرايه بالسياسيه وبالوضع الجزائري. هاد الناس ما يعرفوش لو سيستم الجزائري، اي لو كونيس با وما يقدرولوش. هادو سي دي مينابل، هادو الماكسيموم تاعهم يكتبوا الحروز في الزوين ما يفوتوش. سي بوركو حنا الدور نتاعنا درك التوعيه، سي نوعيو الشعب بالشيء اللي حنا شايفينه. الباقي الشعب هو الحر، له الاختيار شكون يتبع واش يدير واش ما يديرش، لانه اللي عايش في الميزيريا يا يهزها يا يرضى بها. كل حديث قياس. تفضل استاذ حسين. دونك يا اون كيستيون زينو دي نو سي با زينو سي جزائر حل بون دي كيل سون لي زارغيمون كونكري كو راشيت تي كون لوغاليزاسيون تيرورست. بس سي فولي سافوا شوفوا حنا باش نوضحوا الامر نتاعنا حنايا بغض النظر على واش نعرف من قبل واش ما نعرفش واش عندي كم ملفات ما يهمناش، هذه هذا خاص بي انا. كاين كان تاريخ وسمو 22 فيفري، 22 فيفري درنا حكاية الإسلام يجب ما قبله. صافي دير كوا الشيء اللي صار قبل 22 فيفري ما نشوفو معاه، ما نحوسو عليه، ما نخمو فيه، ما نهضرو به، نتبعو من ثورة الشعب أو يقظة أو هبة الشعب الجزائري. 22 فيفري حركة رشاد تابعة لحركة المؤتمر الإسلامي. المؤتمر الإسلامي هو يعتبر أوروبية، يعني عملية جات تركيا وقطر شراوا حركة الإخوان العالمية ونحوها من يد مصر ودوها في يدهم هما ويستعملوا فيها كسلاح قطع. فهموني، واحد جزائري أوبوزون عايش في الإنجليز يروح 40 مرة ترك في العام. لكن نكذب قول لهم نحت لكم لو ريلفي تاعو دو فواياج زي توب اي كومباني وصحابو جماعة لا سويس كيف كيف دهينا عباس عروة كومباني مصلي هما اصلا تابعين الكرامة. الكرامة فينونسي بار قطر، قطر تفينونسي الارهاب كوتي اخوان، والسعودية والامارات يفينونسيو ارهاب كوتي داعش وهابية سلفية. دركا قال له انا نقول لك، يقول باع وندبحوه في العيد الكبير وعنده الصوف، لكن ما قدرش تعرف باللي كبش، ما نقدرش نفهمك حاجة أخرى. أي فوفوار أنا قلتها بعد، وبعد 22 ماي اللايف اللي داروا سيدهم العربي زيطات، اللايف اللي داروا 29 ماي وين يعتبر باللي الحركات الإرهابية في الساحل حركات تحررية، خلاص بوكو حرام كانت حركة تحررية خلاص.